فيما يتعلق بالأزمة المالية، لما كنت عارفوا بأنه دائما عندنا اللي هم نتراعي كنديروا أن تخدموا سبيشال كنديروا معلم كنسبقوا لها المنحة ديال اللغة، راه دائما سبقنا لهم جوج مليون المنحة، طبعا 2.5 مليون 5 مليون هي 500 مليون كثير من السوق كيعرف راه هذا النادي قناة هذا الوجه ديال المدينة وهي اللي رافعة الراية راه بغيت تقول ديال قناة. طيب القرار فرانا حتى شي واحد اللي كانوا كتبوا علينا وعيوهم عطيناها وقسمنا الله على الحشومة يعني مثل الكلام يعني الذي لا يليق، فحنا درنا هذا كنا كنديروا معاهم كنقسموا المنحة على مراحل باش يواكبوا بها البطولة حيت إلا عطيتيها في الأول يمكن يحسبوا فباش يواكبوا كنا دائما كنديروا بطريقة صادقة من جميع الرؤساء كنقسموها على على الأقل كنعتقد كنقسموها على ثلاثة مراحل ثلاثة ديال كنعطيو في فبريل أون جينيرال في فبريل مارس كنعطيو واحدة أخرى أعتقد في ماي والأخرى كنعطيوها كنعتقد يعني في جوان جويلي إلا تعطلنا كنعطيوها في سبتمبر إلا تعطلنا كنعطيوها في سبتمبر ولكن غالبا كنكون جويلي سالينا المنحة فحنا عطينا أنا ما عرفتش كيفاش دايرة الدور لكن الإخوان الرياضيين كان واحد التنسيق مع واحد العدد ديال هذا الأور ديال الدعم ما كنبغيش نوصف التفاصيل واحد العدد ديال الفئات تم اتصال بمن يهمه الأمر انت باش دير مبادرات واحد مجموعة ديال الناس اللي كيشتغلوا في واحد العدد ديال المجالس اللي فيها الرياضة ما أنا ما دخلتش في التفاصيل أنا واحد كنتكلم كشخص كعبد العزيز الرباح ولكن إذا كانت حيت أنا كنتظر كيفاش غتكون البطولة لأنه كاين خصنا نحتاطو ما عرفتش أنا كيفاش غتكون برنامج البطولة باش ترجع ولا ما ترجعش طبعا غادي يحتاج شويه ديال الفلوس حنا نتمناو بان هذه المنح اللي موجهه للفرق الرياضيه ما تنقاش لان درجه في المداخيل وانت ما عندك شيء كنتمنى راه هادشي ماشي في الكونترا في المغرب كامل يعني اكيد ان وزاره الداخليه مع وزاره الشباب والرياضه والجامعه غادي يراعيوا بانه الفرق كيبقوا واقفين على رجلين كنتمنى انا ما اريد لا يمكن ان نشرك على اي شيء ليس لنا الحق ان نشرك على اي شيء ولا ان نتبصر ولا ان نسال كيف يصرفونها الا هذاك البونت اللي كيجي في الاثر يعني كاشط ما عندناش لان هذا من التدخل في الشؤون شحال من واحد تيقول لي تتعطيو خصكم تجلسوا معاهم وتحاسبوا علاش ما خلصوش كيتصلوا بيا اخوان مدربين واصدقاء كنقول لهم ودي انا اللي تسالوني هو كاع عزيز الرباح يتصل نهضر ولكن كرئيس راه ما عنديش الحق نوقف شي حاجه ما عنديش الحق نعطيهم صرف